خلينا بقى ناخد كمان اكزامبل في الميثودز. فانا هرجع هنا في المين، همسح الميثود اللي كنت عملتها وهمسح كل دول. حاليا انا هعمل ميثود. ايه الميثود دي؟ هتعمل ايه؟ بكل بساطة الميثود دي هي انا هجمع جواها رقمين، وبعد كده انا هستخدم نتيجة الجمع دي في مكان تاني، في مكان تاني بره الميثود. فخلينا اعرف الميثود دي، انا مثلا هعرفها بابليك. دلوقتي بابليك وبرايفت مش هتفرق معانا قوي عشان خاطر احنا شغالين في نفس الكلاس، بس وقت ما تيجي تشتغل بقى في الاو بي او تعمل كلاسز تانية فلا، ساعتها ايه هتفرق كتير وهنبقى نفهمها ازاي. فانا حددت دلوقتي البابليك اكسس موديفاير، وهنسيب الريتيرن تايب، وبعد كده خلينا نقول اسم الميثود هيكون ايه. ممكن مثلا اسميها سام 2، وادي البراكتس الفاضيه، وادي هنا ايه الكيرلي بريسز. فهنا بقى الميثود دي انا عايزها تجمع رقمين، فانا مثلا هعمل انت مثلا زد ايكوال 5 زائد 6. فحاليا 11 متخزنه فين؟ في الزد. فانا عايز بقى نتيجه الجمع دي هاخدها اضربها في 2 في المين. يبقى انا كده محتاج ان الميثود دي ترجع لي فاليو معينه، يعني المين، مش المين دي هي اللي هتنادي على الميثود. يبقى المين وقت ما تنادي على الميثود تقوم الميثود تشتغل كل اللي جواها، وتقوم مرجعه للمين في نفس السطر كده اللي نادت فيه الميثود ده فاليو معينه. فاحنا عايزين نرجع الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت الزد. والفاليو بتاعت الزد دي هي عباره عن ايه؟ عن انتجر. فانت بكل بساطه بتيجي هنا في الريتيرن تايب، انت عايز ترجع حاجه من نوع ايه؟ من نوع انتجر، لان احنا عايزين نرجع الفاليو بتاعت الزد. طب انت كده عرفت بس الميثود دي ان هي هترجع حاجه من نوع انتجر، بس لسه ما قلتلهاش رجعي حاجه. فازاي تقول لها ترجع حاجه؟ عن طريق الكي وورد اللي اسمها ريتيرن، وبعد كده بتقول انت عايز ترجع ايه، تعمل ريتيرن للزد. هنعمل عليها ريكاب فركز كويس. فخلينا الاول كده ايه ننادي على الميثود اللي اسمها سام 2. طبعا هو هنا مدي ايرور ليه؟ عشان اولا مفيش عندي ميثود اسمها سام، الميثود اسمها سام 2. دلوقتي بقى مدي ايرور تاني ليه؟ عشان خاطر احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات على طول ان حاجه ستاتيك لازم تنادي على حاجه ستاتيك زيها، فبتيجي هنا تكتب ايه؟ ستاتيك. فخلينا كده نعمل تريسنج للكود. فهو دلوقتي ايه اول ما هيبدا البروجرام هيقول له هنا سام 2، ففعلا هيلاقي ميثود اسمها سام 2 البراكتس بتاعتها فاضيه. فيبدا هنا يعمل انت زد ايكوال 5 بلس 6. وبعد ما عمل بقى الزد اللي هي ايكوال 5 بلس 6 دي، فعمل هنا ايه؟ عمل ريتيرن للزد، يعني كانه عمل ريتيرن للرقم 11. طب الريتيرن ده بيروح فين؟ مين اللي نده على الميثود؟ المين. فطالما المين هي اللي ندهت على الميثود، فالرقم اللي هيرجع هنا هو هيكون مكان سام 2 دي. يعني خلينا كده نعمل تريس تاني. هنا انت زد شايل الفاليو بتاعت كام؟ 11 اللي هي 5 زائد 6، خلينا نكتبها 11 على طول. وبعد كده تعمل ريتيرن للزد، فالزد دي شايله كام؟ 11. فحرفيا مكان سام 2 دي كانك كده كاتب 11، بس انت دلوقتي الفاليو بتاعتك طايره في الهواء. فاحنا عشان كده محتاجين ان احنا يكون في فاريبل نستور فيه او نخزن فيه الفاليو اللي راجع لنا. فتيجي مثلا تعمل هنا، هو احنا عارفين الفاليو اللي راجع لنا هتكون حاجه من نوع ايه؟ انتجر. فهتيجي مثلا تعمل هنا انت، هتسميه مثلا ريزلت او تسميه اي حاجه ايكوال اللي هي السام 2 دي. فخلينا كده نعمل تريس تاني. فهو هنا هيروح ينادي على الميثود اللي اسمها سام 2، هيروح ادي الميثود اهي، عرف زد ايكوال 11، وعمل ريتيرن هنا مين؟ لل 11. فسام 2 دي هي شايله دلوقتي الفاليو بتاع كام؟ 11. فكانك بالظبط عملت انت ريزلت ايكوال 11. كويس. فاحنا اتفقنا ان انا هضرب الريزلت دي في 2، فهعمل هنا ريزلت ايكوال ريزلت مالتبلايد باي 2، او بكل بساطه الطريقه المختصره اللي احنا عارفينها ان هنا result multiply equal to، دي هي بالظبط عباره عن result equal result multiplied by 2. وبعد كده عايزين نطبع الفاليو بتاعت الريزلت، فهقول له مثلا هنا اطبع لي الريزلت. ولو جيت دلوقتي عملت run هي طلعت كام؟ ابو تريك. فلو انت جيت بصيت تاني بقى للحاجه زي دي، ان انت هتلاقي هنا ادي سام 2 هي شايله دلوقتي الفاليو بتاعت 11، فالريزلت دلوقتي فيها كام؟ 11. ف 11 وتضرب 11 دي في 2 اللي هي كده ادي 11 مالتبلايد باي 2 ب 22، اللي هي بالظبط افكرك تاني لو انت مش فاكر،
فادي هنا الريزلت ايكوال، احنا قلنا الريزلت ب 11 في 2 فطلعت هنا اهو الرقم ده، فهنا الريزلت ايكوال ايه؟ 22. فتبدا هنا وقت ما تيجي تطبع الريزلت تطلع ايه؟ 22.